صافا لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما شفتوا في العنوان غادي ندوزوا معايا سيمانه في هذا الفيديو. صراحه سيمانه ولا اقل، ما عرفتش دابا بقيت وني غادي خارجه. غادي نتلاقى في صفاء في المعارف، كنت كنسال في انستغرام ويبان لي واحد الكارت فن 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 كيحمق كيحمق كيحمق. دخلت لاباج ديالهم لقيتهم كاين في المعارف حدا ما عندي ديال المعارف واقيلا. المهم انا باغا نمشي نشريه حيت عجبني بزاف وقدت لي واحد البيتا في دماغي وعجبني قلت ضروري نشري داك الكارت. صافي لي زامي دابا غادي نتلاقى بصفاء ونمشيو نديرو شويه ديال الشوبينغ ونمشيو ندورو واحد شويه واي حاجه درت ما غادي تكونوا معايا. بغيت نوريكم الاوتفيت ديالي، شنو لبست لي ملابس الالوان. تسنى لبست هاد السروال ديال الكوير، الكوير مدرح ماشي كوير فري، ولبست تريكو بيض وساك غوز. دري عرفتو كنموت غادي نصور من الكوزينه ما تقدروش تخيلوا. يلا نمشيو لي زامي. هي هي صفاء تلاقيت بها، قولي هاي لي زامي. هاي لي زامي. وين راه مشينا عند هذا؟ مشينا عند هذاك مالين، مشينا عند هذاك اللي كيبيع البوز ولقيته ما جابوش، ما عرفتش عند الروينه، قال لي حتى نهار الاثنين ولا الثلاث ان شاء الله. لا ترجعي معايا حبيبي والله. والله صافي لي زامي، الا بقيت نطول البلوك حتى داك النهار غادي نوريه لكم. غالبا غادي نطولوا البلوك حتى داك النهار نبقاو نتحدثوا. صافي صافي راه الناس كيشوفوا فينا الله يعطيك. هذا ب 35 درهم واه راه نديرو تشوفو، ولكن فخر فيكم كاع ما كاينها خلاص كدا. المهم كيعطى واحد، المهم نقولو ليهم بالفلفله، ولكن ترونسبارون باللون. انا ما غاديش يبان باللون، كنخرج راش حيت كاين الضو هنايا خايب. عندك الكرتونه وين زعما هو هذا؟ ومازال دابا غيبدا يطلق واحد يلاه كيف بدا يحمر بشي زوين زوين. تم شوفوا صفاء شنو شرات ليا، شرات لي حلوه ديال الكوك. ناري عرفت انا هاد الحلوه كنتسطع عليها ما تقدرش تخيل شحال كنتسطع عليها. فين صفاء؟ صفاء اجي غندوقها نقول لك واش بنين ولا ما بنيناش. صاحبتي ماغسه غندوقها نقول لك واش بنين ولا ما بنيناش. ما مكتبش فيها الكوبيتير مالك هاد الحاله كنيتي مالك. صافا غتشري ليا ماكرو. انا راه مشيت تعرفك قولي كاع عافاك. شكرا صاحبتي خويا. بشحال هذا؟ عطيني هذا 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 بغيت هذا احسن. نخرجك نخرج بحيتي نخليك كنخرج معاك صافا. يلا سيدي ميرسي خويا. فمك واش لك اللي جبات تاكل انت عبد الله؟ واش تخرج ليا بصحتي؟ علاش بوند معجنه عبد الله شاريها من الزاكه؟ شاريها لي صفاء حبيبه ديالي. ديش صفاء كاع زق هي النصابه صاحبتي هي المحتاله. هي هذيك تشري لك تكونش لي اللي يستعمل اكبر نصابه هي والنصابه راه صبتي عليا انت شفتي اه انت شفتي ولا انا كذاب ولا انا نقول لها بغيت هذيك كاع زقي خسرت عرف خاص نحلف نقول شي حاجه ما تقولش لي بحال شي بنادم وسيما انت كتسعي فيه وشوفت شوف ما ندويش انايا. كولي كولي راه شبون اللي جبتك كسكسي. عرفتي اخا ولا كاين واحد المحل في المعارف كيبيعوا ديك الكوغندوك، عندهم الكوغندوك بنانه صاحبتي. طوموبيلتي 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 زعمي. جينا للعاب ديال عين الدياب، الناس اللي شافوا شطوريتي ذاك النهار جينا انا وصفاء وخوله، جينا لدوك الطوموبيلات ديال الدراري الصغار كان عين الدياب خاوي. جينا لهاد الطوموبيلات الصغيورين فنين واعرين كنسوقو من راسنا. هو جايين نلعبو لي زامي، انا كنموت لهاد الاجواء ديال الجو اللعب مسطط عليا. غلطت انشر بحال البيرمي انت غتدخلينا وين 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 غديك سيدك سيدك شي شي كسيده شي كسيده ما تخافي وين غتدخلينا شي حاجه. انا كنعرف نسوق ما بقيتش تستهزئي بالقدرات ديالي. صافا واحد الدور ضربنا كتقتل بالضحك.
ميمكنش عرفت انا صواقه خاصني ندوز الفيرمي كنعرف نصوب. شوفوا صفاء شنو شرات لينا. ميرسي صفاء. ماك غاب حبيبي تهلاش في اليوم وحق الله ماذا غير طايحه اختي ما عطيتش ليا من خاطرك. بلاتي وبلاتي ما تنقش هز راسك الفوق ما عندكش النيف صافي شويه يلا هبط راسك يلا 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 غالي يلا يلا غالي يلا يلا غالي كتسلم لي زامي دير سلام لي زامي انا غالي هاي لزامي انا فرحان اليوم انا فرحانة خرجت اليوم الصباح مع ماما مشيت شريت واحد الحاجة جديدة كنت باغي نشتريها من ماشي من زمان صراحة انا موقفش عليه ولكن زعما ما عرفت بغيت شي حاجة نشريها ونفرح وانا عندي الحوايج وقلت بلا ما نشري الحوايج هاد المرة نشري شي حاجة اخرى قلت شنو خاصني خاصني تليفون جبت التليفون ماشي هذا اللي كنصور به هذا القديم كيتشارج دابا هو حيت كان بدا شارجي طفيته في الطريق عرفتي من ديك النهار كنبقى نبقشش طفيته في الطريق دابا حاطاه كيتشارجا ايوا صافي انا فرحانه لي زعما يقولوا لي بالصحه في الكومونتير نوريه لكم بلاتي ونتغدى دابا كنطيب الغدا كالعاده نتوما كنعرفوا باش ما كيكونوش دارنا شنو الغدا اللي كندير اكثر حاجه تقدر طيب بالزربه وتقدر تجيب بنينه اللي هي ليباد ديما تنطيب ليباد صافي هاد المره درتها بلاصوص طوماط ها هي ليباد طابت على زامي هنايا دايره زيت العود سمحوا لي على هاد المقله كلها دايره هكا حيت ماما كتقول لي ما ديريش بالمعلقه وانا ديما كندير بالمعلقه دابا زعما راه جبت هادي باش نبان كلاس ثم زيت العود كيتشحروا صافي دابا غادي نزيد لاصوص طوماط هادي سوليست وهاد الفرماج حيت ما كناكلوش ما كيعجبنيش في الماكله كيعجبني نديرو في ليباد كتلقى واحد البنه وصافي راه عندنا فرماج احمر وملح والبزار وصافي هادشي اللي كندير فيها كتشهي لي زامي انا كنسرع على صوص طوماط والله حتى كنسرع ماشي كنشكر راسي ولكن كنسرع طرا عندي دابا اسيا صاحبتي جيبها لي الشمع بلاتي نوريكم اسيا اه جبتي الشمع ورني الشمع ولي واش نحل لك يلا وري الشمع قلت بغيت الشمع لا 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 والله نير الله يرحم بيه الوالدين زيدي زيدي حط داك الشيء اللي عندك شحال من وحده جايبه صافي ثلاثه عاد شوفي الشمع واه عرفتي ريحه الفاني يلا دخلي راه محلول يلا دوقي ما غاديش تبالي ما تبانش قولها لي كي جات وما كنمش على الفقره وخا تري دوز باقا كنصور باكس اخر واخا جيتي اي غير دابا وعف شويه الله يعطيك مصيبه يا بنين بنين ياك والله يا بنين قولي انا طباخه ياك كيكذب عليكم هاد الطب الكاميرا الله يشاور على زعما لا جزاك الله زعما هو تليفوني جديد اول حاجه مري الله حفظك اسيم عاد اسيم كنت جيت عند بنتي خفيف جاي شكرا جابت لي مسكينه شميعة جابت لي شيبس واعر الشمع فن زعما شوفوا لي على حاله عندي في البيت شوفوا الدنيا مرونه تما ناعس غالي ما نقدرش نصور لكم عرفتوا الدنيا مرونه خاصني نوريكم المريو كيفاش داير
ما تخلعوش عافاكم ما تخلعوش. شوف عارف شو الدنيا مرونه بلا قياس على هذوك البلاكارات اللي الفوق. انا كاين لي مونطو هذوك اللي الفوق عرفت شو غنحلهم الحوايج غيتلاحوا بحال هكا. ما يمكنش خاصني نطول البلاكار ديالي خاصني نشري علاقه حيت لي جاكيت خاصهم يتعلقوا. انا معلقه هنايا انا معلقه بزاف بلاش نحل نوريكم. انا دايره الجلاله دايره لي مونطو دايره كلشي الفوق كاينين هذوك الفوطات ديال الحمام وداك الشيء. المهم الدنيا مرونه لازمي بزاف عاد باش لهي عرفتو الدنيا مرونه ديال بصح. خاصني دابا نجمع هادشي دابا لازم يخويت هاد ليطاج كامل. فهاد ليطاج كندير السكان ديالي ونضادري ولي برودوي ديالي. المهم هاد التخربيق كامل كنديرو فهاد ليطاج. دابا قلت غادي نحيد هاد الكراتن كاملين حيت كيشدو بلايص. دابا يلاه جمعت هاد البلاصه. عرف شوف فاش كتجمعوا شي بلاصه كتكون مرونه كتحسوا بواحد الراحه ما يمكنش. دابا جمعت هاد البلاصه درت هنايا ديودوران درت هنايا لي بارفان تما درت هادوك لي برودوي ديالي ديال الشعر وديال الوجه تما درت السيكان هادوك لي بوندو هادوك الكتوبه باش تكتبوا كنكتب فيهم وصافي لي زامي. هادشي اللي كاين شي حوايج ريحت بزاف د الحوايج حيت دوك القواعد وهادوك الكراتن كلشي حيتو لحتو وباقي هاد الروينه العظمى الكبرى. هاد الروينه العظمى الكبرى هي اللي خالعاني انا هادشي كاع ما خالعني. ناري كنت غنسى ما نبارطاجيش معكم اشنو وصلني البارح. يلا غادي نطول الحوايج وانا نشوف لي سيرفات وانا نتفكر لي سيرفات اللي وصلني البارح ضروري نبارطاجيهم معكم حيت شي واحد لي سيرفات فنين. دابا انايا كنبغي نمشي نقرا وعرفتو ما كنلقى من لاباس اش كنبغي نمشي نقرا كنلقى حوايج ماشي ديال القرايه هكا غادي خارجه ما كنبغيش نمشي نقرا بجين وتريكو كنبغي نمشي نقرا بسيرفات. ما عرفتش علاش انا واحد انسان هكا كنبغي نلبس سيرفات ولبس مونطو نمشي نقرا بحال هكا كنبغي نمشي نقرا. انا دابا غادي نجيب دوما نحيد الدروينه كامل دابا غندير لكم بحال هكا غتلقاو كلشي اختفى غنجيب داكشي وغنوريكم اشنو وصلني البارح من عند واحد لاباج واحد لي سيرفيت فنين. هنا كاينين جوج ديال لي سيرفيت قبيه هادي سيرفيت وهادي واقيله سيرفيت وهادي قبيه. انا دابا لازم غادي نقيسهم وتشوفوهم كيفاش دايرين. شوفوا هادي اول سيرفيت هذه هي الكود كار ديالي في هادو كاملين باش نطلع فوقنا موسي باش تشوفوا السروال. هادي فنانه زامي وشوفوا التوب ديالها التوب ديالها سخون تلبسوا معاها شي جاكيطه زوينه ديال هاد البرد. انا غادي نخلي لكم لاباج انستغرام هنايا ملي خديتهم ودخلوا عندهم الا بغيتوهم خذوه. دابا نقيسوا الثانيه وهذه الثانيه شوفوا حتى هي فنه. هذه الصراحه فاش قيستها البارح داك الشيء عجبتني هذه كاع ما قيست دابا فاش قيستها عجبتني. شوفوا لي زامي انا عارفكم كتقولوا علاش خذت الكري 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 حيت انا ما عنديش لي سيغبات في الكري عندي البيض وعندي الكحل وما عنديش الكري وانا كيعجبني الكري في لي سيغبات. نطلع فوق ناموسيه باش نوريكم السروال كيجي مقبوط من التحت بحال هكا التي ديالهم راه زوينه وشوفوا هاهم كيجيو بحال هكا راكم شفتوني لابسه. ودابا بقات لي غير واحد القبيه غادي نوريها لكم ولا طاي خديت انا هذه لا طايره الان. وهذه هي القبيه الثالثه لي زامي شوفوا كيفاش كتجي من اللور فيها هاد الكتابه من اللور ما عرفتش واش كتبان لكم كتبان ليكم قدام كتجي سامبل بحال هكا وفيها واحد القب كبير هكذا تا اتفقت بحال هكا كتجي زوينه سامبل واحد القبيه سامبل وزوينه. وصافي لي زامي هادو هما الحوايج اللي وصلوني البارح. الا عاودت وصلتني شي حاجه جديده غادي بارطاجيها معاكم. دابا لازمي انا غدا خارجه وبغيت نلبس هاد التريكو نوريه ليكم بلاتيو بحال هكا كيجي وما عرفتش واش نلبسو مع سروال كحل ولا نلبسو مع جين. قولي شنو بان ليكم ما عرفتش انا دخت
نقيسهم واقيلا نشوف شكون اللي غادي يجي حسن. انا قلت جين يجي حسن الا لبست السروال الكحل غادي يبان كلاس بزاف، وانا ما تعجبنيش نبان كلاس بزاف. المهم غادي نقيس ونشوف شنو اللي غادي يجي حسن، انا نوريكم صافي. شوفوا لي زامي كيفاش جات مع السروال الكحل، كيجي زوين هاد التريكو كيعجبني، هو كيجي شويه هكا مبين بزاف مع فيه هاد العيبات هنايا، كيجي هكا كتباني بنوته صغيره. انا عجبني السروال الكحل واخا الصراحه كنت حاقراه في الاول، مو حاجه غادي نلبس الجين صافي جاني هكا كيبان زوين، ماشي كلاس بزاف نقدر نلبس تبريره نهرس اللبسه ياك، وجات زوينه حقا. وصلتني واحد التبريره غنوريها لكم دابا، هانت مابقى محليتهاش، دابا غنوريها لكم بلاتي، غنحلها معاكم ونشوفوها حنايا كاملين بلاتي. واو انا مكنش كيحسب لي بحال هكا طالعه، كان كيحسب لي هابطه تخط طالعه بلاتي بلاتي. واو شحال زوينه هاد السبرديله، ما يمكنش واو شحال زوينه. باش نحد نحلها السيره باش نوريكم مزيان. او لا لا شوفوا شحال فنه، شوفوا شحال فنه. انا نقدر نحيد لها هادو ما عجبونيش بزاف، كيبان لي مشعشعين ياك، وكيبان لكم مشعشعين، ولكن شوفوا شحال فنه. انا كنت كنحسب ليها هابطه ما طالعاش، صدقات جوردن طالعه شوف زوينه ياك وفنه. خديتها من عند ميزون شوكيزا، انا نخلي لكم لابوج هنا ملي خديتها لزامي، انا ما كنتش كنحسب ليها هكا دايره فنه صدقات. عرفتي وهذه غنقلبسها مع الجينات، هذه غادي تجي مع الجينات، جين زرق غتجي معاهم فنه زامي. بلا ما نطول عليكم الهضره لان كنهضر بالزربه، قلت لكم بلا ما نطول عليكم الهضره، انا عارفاكم بغيتو تعرفوا فين انا غاده، غادي نمشي ندير لو جيل. هاد الايدين ولاو حالتهم 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 حالتهم، شوفوا الضفار اولا الضفار ما كيطوالوش وصافي، انا كيوليو حالتهم كيوليو حالتهم صافي. قلت اليوم تهيت لو جيل غنمشي ندير لو جيل في التوين كيف بالعاده، نتوما عارفين اني كندير لو جيل عند ميس ايمانويل صافي. لي زامي دابا غادي نمشي عند اسيا صاحبتي حتى غتمشي معايا، ومن تما غادي نمشي نشري هذاك الكارت اللي كنت قلت لكم، حيت تهضرش مع السيد وقال لي بلي اليوم غادي يجي وصافي. دابا غنمشي نشريه وغادي نمشي ندير لو جديد وغنديكم معايا. نوريكم دابا المكازان اللي جيت ناخذ منها البوتس، شوفوا شي هذا الشارع ديال ماكدو كتدخلوا نيشان مع الجامع، كاين هنايا طونجير وهاي شفتوها، تما كاين اسماعيل كتجيو نيشان، غنخرج من هنا ونوريكم كتجيو نيشان. كاين هاد لي بوتيك هنايا، المهم هادي هي لا بوتيك ايميلي باي حسين، كاين هذاك البارفيم غير تما، وهنا كاين صالون، هادي هي لا بوتيك. انا دابا غادي ندخل ونضرب بكم دويره لداخل.
تجي وغتلقاو حسين هذا السيد هو مول لابوتيك قولوا لي بلي جيتو من طرف سلمى وغادي تهلا فيكم ودير لهم شي تمن زوينه حسين واجي مرحبا بكم عنده داك الشيء واعر بلا ما نشكر لكم راكم شفتو والكاليتي لي ضامير فن 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 معكم باش قول ميسي غشري الشوكولات ديال بوناني قالت لي مسكينه هذاك اللي بغيت نشوف وصحابها جات طاح عليهم الحنان هاد الايام فهمت والو هذيك النهار صافا ودابا نتي عرفتي صافا كنضحك معاك كنقول لها بغيت هذيك تشري هذيا ما تفهمي والو ولكن بغيت رافاييل وهذيك المويه ما لقيتهاش كاينه غير هادي هادي غاليه على كاس هذا انا ما كيعجبونيش هذوك الشوكولات مدرح من لا انا بغيت غير رافاييل بوحدو صافي هانتي شري لي هادي وهادي صافي هيك ابطال وكيكه الله ايش بصي مالك هكا ما تخش كل حنان معايا ويلي علاش نضحك معاكم تحسوني بحال انا زعما ما مزياناش دوزتو ملي كنجي نصيف في ميس ايمانويل راح لصالون جديد هو هذا المهم راه كاين في البروميير ايطاج في التوين عندهم ثلاثه ديال لي صالون شوفوا خدمتهم بلا ما نبقى نشكر لكم داك الشيء نم هادو ايديا افون دابا غادي ندير غير الفرنش كنت باغا ندير واحد الموديل اخر ولكن غادي يشد ليا الوقت بزاف وانا زربانه غادي نوريكم شنو خديت البارح من عند ايميلي باي حسين حيت انا عارفه راكم غتسولوني على زعما غنوريكم قبل ما غنخرج فاش غنوريكم نقول لكم فين غادا اول حاجه غنوريكم هي الكاس اللي خديت شحال زوين بلاتيو شوف تيجي هكا بازيك سامبل انا خديت هذا السامبل حيت عندي الاخر ولكن انا بغيت هذا حيت هذا كيجي مع بزاف ديال البيتات عرفتو كونفورتابل بزاف وشوفوا من الداخل شوفوا من الداخل التوب ديالو كي داير شفتوا كيبان ليكم سخون وفي اللبسه كيجي فن هذا كيجي فن في اللبسه هكا كيجي زعما سبور يقدر يجي كلاس المهم هذا كيجي زوين في اللبسه كيجي فن 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 وغنوريكم الساك اللي خديت بلاتي نرجع هذا باش ما نديرش الروينه دابا غنوريكم الساك اللي خديت شحال كيحمق شحال كيحمق شحال كيحمق كلو شحال كيحمق شوف بلاتي مقاد كيجي بحال هكا لزان انتم عارفين دابا هاد لاكولور شحال محمقاني هاد الايام هاد زعما هاد لا بيريود ميمكنش هاد لاكولور شحال محمقاني المهم لزعما هذا هو الساك اللي خديت بخاده في الغوز الكاليتي راه واعره السلعه كامله عنده ديال لوغوب داكشي زوينه لزعما وصافي هادشي اللي خديت المهم خليت لكم لا دغيس خليت لكم كلشي راه لي بخي عنده ريزونابل وداكشي اللي غتلقاو عنده ما غتلقاوش بلاصه اخرى شنو بغيت نقول لكم دابا نقول لكم انا فين غادا واخيرا 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 عفا عليا الله وغنمشي ندوز البيرمي واخيرا غنمشي ندوز البيرمي واللي ما اول نهار عندي باقي يلاه غنمشي نتقيد الصراحه غادي نمشي لواحد الاوتو ايكول كاين في حساني فوق كي اف سي بغيت غير نقول لكم زعما البنات اللي باقي ما دوزتوش البيرمي زعما حتى نتوما زعما واجيو ندوزو البيرمي مجموعين عفاكم عفاكم اجيو نسوني ندوزو البيرمي مجموعين واني الله غير نبدا كنت غنبدا نتسناكم حتى نبداو مجموعين اجيو دوزو معايا البيرمي المهم ماشي ضروري ندفعوا بزاف دفعوا غير شي حاجه قليله انا دفعت غير شي حاجه قليله ونبقاو كل مره نعطيو شويه وندوزو البيرمي نحيدو علينا شنو بان لكم ما بقاوش جالسين وعاكزين اجيو ندوزو البيرمي نحيدو علينا البيرمي عرفتو دابا انايا ما حدي غاديه وهكا وكنكبر فهمتوا الراس كيعمر عرفتو دابا كنقول غادي ندوزو ما عنديش ليه الوقت ولكن غنمشي ندوزو حتى ما دوزتوش فهاد لاج غنبقى ديما عاكز على حياتي كامله صافي لازم اجيو ندوزو البيرمي مجموعين عفاكم ونسوني عفاكم ونسوني ونسكم مي عرفت غادي ندوزو فواحد لوطو اكل عرفت شوفي غادي ندوزو غادي ندوزو عند واحد مول بيرمي ور معروف في انستغرام ك
كانت كدوز عنده مريم اصواب وبالي هذاك المونيتور كان كيعلم مزيان وانا شويه مكلخه عشان ما عنديش عندك المونيتور كيبقاو مغوبشين غوش على كثر هذاك لا شي شادي مزيان دخلت الطوموبيل خرجت انا كنبغي المونيتور شويه اختي وضحك معايا وقشبو وما عنديش عندك شي تلبزت وصافي وقتاش كنشوف لي فيديو ديال هذاك المونيتور كيبان لي ظريف كيفهمته بشويه وكيعلم زوين وقلت غنمشي عندو غير في حساني دونك غادي تجيني مزيانه صافي لي زامي الا بغيتي دوز البيرمي راه كاين في حي حساني فوق كي اف سي غنخلي لكم لاباج انستغرام ديالو هنايا باش هو يعطيكم لادريس مزيان واجيو ندوز البيرمي مابقاوش عاكزين اجيو 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 انا راه جايه نتقيد في البيرمي لازم تلقات راسي غنسوق غنتقيد بغا غنتقيد تلقات راسي هابطه نسوق ما عرفتش اشنو غنسوق انا دابا ما عرفتش شنو نسوق لي زامي ها هو مهدي السلام عليكم اجيو مرحبا بكم ندوز البيرمي مجموعين الله يلا السوق زوين وسير وانت خلي واحد النظره صعيبه صعيبه ولكن مهدي تبارك الله عليه تشوف كتلقاو شي مونيتور كيعلمكم بشويه بشويه وهادي راه ساهله شوف هو كيوريكم بلي داكشي ساهل صافي واخا يكون صعيب كيولي بان لكم راه ساهل والله وما قلتيش لهم راه ما بغيتش نبدا في الاول وني قلت لها دابا يلاه جات يلاه نمشيو نسوقو قلت لي ديريها نبداو من دابا قلت لي دابا غنهبطو نسوقو قلنا لي دابا غنسوقو لا دار صدوي راه في الاخر ولات كتقول لي هادشي ساهل السوق زوين والله الا زعما بلا تبقاو عاكزين اجيو دوزو البيرمي حيدو عليكم اجيو عند مهدي راه غادي يبان لكم السوق بواحد الطريقه زوينه مرحبا والله اجا مرحبا بك زعمي انا عاد لقيتوني جيت للدار دابا لقيتوني غادي ندير واحد السكين كير وغادي ندير زيت لشعري باش نربها بواحد التحمحيمه باش نختمو لا سيمين المهم هذا هو الزيت اللي كندير لشعري زوين يا زعمي هاد الزيت راه فيه كاع الاعشاب الطبيعيه اللي كيعاونوكم على تقويه الشعر وكينقصوا من تساقط ديال الشعر المهم هاد الزيت فن 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 ومن بعد غادي ندير هاد لاكام صراحه هاد لاكام اول مره غادي نستعملها هاد لاكام اول مره غادي نستعملها هذيك المره جرب ديال اوريفلام حتى هي فنه وقلت دابا نجرب هذه نبدل شويه المهم نوريكم شنو فيها قبل ما نستعملها ويلي ويلي فين هو هذاك غوماج شوفوا اختي شفرات لي الغوماج نقلب عليه وقال درتو مع الحمام خليتو مع حوايج الحمام المهم هذا واحد الغوماج ما عرفتش فين هو واش نلقاو نوري ليكم هذا ماسك وهذا كريم ايدغاتونت المهم انا غادي نجربو ونجربو معكم بيان سور دابا غادي ندير الزيت لشعري اختي باش نتهلاو في راسنا شويه من بعد ما ضربتها بواحد تدويشه فنه 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 دابا غادي ندير كريم ايدغاتونت لوجهي باش نوريكم كيفاش كنبوكلي شعري بزاف حيت في الفيديو الفلوق اللي قبل هذا بزاف سولتوني سلمى كيفاش كتبوكلي شعرك بزاف المهم دابا لازمي نشفت شعري ضروري تنشفوا شعركم باش ما يضربكمش البرد سينو الا كان الصاد خليوه ينشف الراس شختي دابا البرد اللي خلينا فازق غادي اضرب منى البرد المهم كندير كريم ايدغاتونت ما غادي نتبلا في البوندر شي كامل نمشي نعس اختي الله واش كتنعسي تيم ديوشه ومقاده وفيك واحد الروح زوينه تحس بواحد الراحه ميمكنش هاد لي الصهد هنايا اكثر بلاصه ما كنحملهاش تقاس لا بالحبوب لا بالصهد لا والو المهم لازمي بلا ما نطول عليكم الهضره نوريكم كيفاش كنبوكي شعري بزاف بغيت نمشي حجباني كامل عندي باش كيتمشي طول حجبان المهم نطلعو بايدي بحال هكا انا راه نشفت شعري هذا شعري ما مصايب ما والو غير من نشف المهم مسكينه شعري تحرق يلا كنمشي كنداوي فيه بشويه بشويه ان شاء الله يرجع كيف ما كان ان شاء الله يا ربي واخا ما عرفتش المهم يا ربي يرجع غير شويه كيف ما كان يعني ما كتقسموش شعركم على جوج بحال هكا كتاخذوا زيف كيف ما كان حطوه الوسط هنايا وبداو بلاتي نحطوه الوسط شويه الفوق بحال هكا خذوا بشويه بشويه باش تبوك الشعر زوين بحال هكا شدوا الزيف هكا عاود خذوا الشعر عاود دوروا على الزيف عاوتاني خذوا شويه ديال الشعر وكتبقاو غادي بحال هكا لي زامي حتى كتوصلوا لتحت دوروا عاوتاني على الزيف عاوتاني شويه ديال الشعر عرفتوا الغيزولتا اللي كتخرج والله ما تقدروا تخيلوها انا ما كرهتش الغدا والصباح نوريكم الغيزولتا مي الفلوغ جا طويل بزاف المهم راه ديجا شفتوا شعري كيفاش كيخرج بوكلي زوين كيخرج فين كيحمق بلا سويسوار بلا ما تحرقوا عرفتوا كيبقى شاد
كانت مشطو كيبقى شاد السيمانه كامله هو شاد. واش تبقاوش تغسلوا شعركم بزاف حتى الغسيل بزاف راه كيخرج على الشعر لي زامي. حال هكا نشوفو بقى هنا غير شويه غادي نهز هذا كامل باش حتى لي بوكل ما يجيوش رقاق بزاف. صافي بحال هكا كنجمع الشعر كامل عندي. وبقاو تدورو من بعد خذوا لا تخس. صافي كتجي بحال هكا لي زامي. غادي ندير هنايا نفس هكا ومن بعد غادي نعقد الزيف هنايا باش هكا لي بوكل يخرجوا زوينين. خذوا هاد الزيوف اللي كيتشريو راه غالبا غادي يكون عند ماماواتكم وجيبوهم اللور بحال هكا غير زيرو ما تخافوش ما غاديش يتحلوا ليكم. وكندير عقده هنايا كنعقد مزيان بحال هكا وكنحيد هادو من قدام عيني باش ما يديرونجيونيش في النعاس. صافي لي زامي كتجي بحال هكا في الصباح كتفيق كتحلو هاد لي بوكل كيخرجوا فنين فنين. المهم لي زامي هذا هو الفلوق ديالي جيسبيغ يكون عجبكم الفلوق ديالي وتكون دوزتوا معايا هاد السيمانه زوينه. صراحه هاد السيمانه دازت زوينه مشينا بزاف د البلايص درنا بزاف د الحوايج. وصافي الا عجبكم الفيديو ديالي بارطاجيوه مع صحابكم خليو ليا لي لايك وخليو ليا كومونتات زوينين. وموح عليكم باي باي.